عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصلكم كل جديد، ولأنه فيكم بأربع أيام عجاب فبيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم تفاصيل. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد. الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على الأنحاء كافة، محذرة من استمرار الأجواء الحارة لمدة 4 أيام قادمة ترتفع فيها درجات الحرارة لتعاود الانخفاض من جديد يوم الاثنين المقبل. الطقس غدا معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر حارا نهارا على أغلب الأنحاء. تسجل درجات الحرارة غدا اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى، وترتفع جنوب البلاد تسجل 37 درجة مئوية. تفاصيل حالة الطقس اليوم. الطقس اليوم تتكون فيه شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المساحات المائية، قد تكون كثيفة في أعلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال وسط سيناء ومدن القناة. رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح المعتدلة التي تتنشط أحيانا في مناطق جنوب سيناء على فترات. توقعات الظواهر الجوية: القاهرة الكبرى تنتشر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، وتكون الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 28 كيلومتر الساعة، وتسود أجواء مشمسة وتبلغ الرطوبة النسبة العظمى 80% والصغرى 35%. الوجه البحري شبورة مائية قد تكون كثيفة وتكون الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 22 كيلومتر الساعة، وتسود أجواء مشمسة وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 40%. السواحل الشمالية الغربية شبورة مائية قد تكون كثيفة وتكون الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 20 كيلومتر الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيا وتبلغ رطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 50%. السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء ومدن القناة شبورة مائية قد تكون كثيفة، الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 20 كم الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيا وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 55%. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الرياح نشطة أحيانا وتبلغ سرعتها 30 كم الساعة، وتسود أجواء مشمسة وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 30%. شمال ووسط الصعيد الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 28 كم الساعة، وتسود أجواء مشمسة وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 20%. جنوب الصعيد الرياح معتدلة وتبلغ سرعتها 22 كم الساعة، وتسود أجواء مشمسة وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 35% والصغرى 50%. حالة البحرين: البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية. البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقع اليوم: القاهرة 32 العظمى و22 صغرى، 6 أكتوبر 31-21، بنها 32-22، دمنهور 31-21، وادي النطرون 31-21، كفر الشيخ 30-20، المنصورة 32-22، الدقاذيق 32-22، شبين الكوم 31-21، طنطا 30-20، دمياط 29-24، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 33-20، السويس 32-21، العريش 30-20، رفح 28-19، رأس سدر 33-23، نخل 31-16، كاترين 26-13، الطور 32-22، طابة 31-22، شرم الشيخ 34-26، الإسكندرية 30-21، العالمين 29-21، مطروح 28-22، السلوم 32-31، سيوه 35-22، رأس غارب 33-23. وبهذا قد أوفيناكم بأربعة أيام عجافة بيان مهم بشأن حالة الطقس غدا اليوم الخميس. تفاصيل: لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا بلايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.